Now exercise 2, صفحة 75, 75, page 75, exercise 2, التمرين الثاني, look at the pictures and write. هلا بدنا نرجع نكمل على الصورتين اللي رسمناهم اللي هم سارة وريك. سارة وريك, خلينا نشوف شو كل واحد عنده, has got, شو هو كل واحد hasn't got, اشي مش عنده. تمام, هلا نبلش بسارة, نبلش بسارة. number 1, سارة hasn't got, هلا hasn't got موجودة. Brown eyes, سارة ما عندها brown eyes, she's got blue eyes. زي ما رسمنا رح نطلع هل هي سارة عندها blue؟ نعم هي عندها blue eyes ما عندها brown eyes. تمام. Number 2, she فراغ, she has got long hair, هي عندها شعر طويل حسب ما احنا رسمناها. نعم شعرها كان طويل. She hasn't got short hair, هل هي عندها short, شعر قصير؟ شو عكس long؟ short. عكس long short, طويل قصير. فأكيد هون رح يكون has got وهون رح يكون hasn't got. هي ما عندها short hair, هي عندها long hair. أوكي, فهون رح يكون عندي hasn't got, هي ما عندها short hair, هي عندها long hair. طيب she فراغ curly hair, هي عندها شعر curly. هلا لما رسمناه حكينا احنا شعرها curly. No, it is what? This is straight. So هون رح يكون she hasn't got. شو رح يكون عندي هون؟ hasn't got, هي ما عندها curly hair. She has got or she's got straight hair, هي عندها straight hair. Number 4, she فراغ blonde hair, مش عندها شعر أشقر؟ نعم حكينا لون شعرها بالأصفر عشان تكون blonde شقراء. She's got blonde hair. هل هي عندها black hair؟ لا هي عندها blonde, فهون hasn't got, هي ليس لديها black. Hasn't got. هلا هو number 5, نبلش بمين؟ بريك. نبلش بمين؟ بريك. هلا number 5 ريك. ريك فراغ براون ايز. ريك حكينا لما رسمناه عنده بلاك ايز. نو جرين. شو حكينا لون عيونه؟ جرين. فهون رح تكون عندي hasn't got براون ايز. number 5 hasn't got اول فراغ. ثاني فراغ has got, هو لديه green eyes, هو لديه green eyes. number 6, he فراغ short hair, شعر قصير. هو عنده شعر قصير؟ نعم he has got. هل هو عنده شعر طويل؟ he hasn't got. long؟ لا مش long, ف hasn't got. طيب he فراغ curly hair, شعر مجعد؟ نعم he has got. هل هو شعر straight؟ no he hasn't got. تمام. number 8, اخر واحدة, هي فراغ blonde hair, هو شعره اشقر؟ طبعا لا he hasn't got. حكينا شعره لونه براون. شو لون شعره؟ براون. فهون has got اخر واحدة. تمام. اوكي write it, اكتبوا بسلع اللوحة شوي. Write it.